مساء الخير عليكم من أحضان الطبيعة والأجواء الجميلة. راح أصور لكم اليوم إعلان جميل جدا جدا. ايش رايكم كذا؟ ها هذا الحلال الطيب اللي تشوفونه، هذه خرفان من اسبانيا. اليوم لما تروح مطعم وتاكل لحمه طيبه، اعرف ان هي متعلفه علف طيب، مراعيها طيبه، فهذول من اسبانيا ومعروفه الطبيعه والاشياء اللي تتغدى عليها الحلال هناك. طيب وين هالمطعم هالطيب اللي قاعد يجيب الينا هاللحمه الطيبه؟ مطعم الغمغام. تبارك الرحمن تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله. لحمة طيبة وطبخ طيب. الآن طالعين على مطعم الغمغام وجايب إليكم عرض كده. وصلنا إلى مطعم الغمغام، أبداً ما يضيع. هذا طريق الظهران كده باتجاه الجبيل، قبل مدخل القطيف، كبري القطيف على يدكم اليمين. سلام. الله 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 الله. طبعاً استعداد لأي مناسبة عندكم، أعراس، مناسبات، الغمغام جاهزين. يا قلبي أنا يا قلبي أنا. الله الله حبيبي، الله الله الحركات. نقول بسم الله. السلام. الله، شوفوا يا جماعة لون اللحمة، معروف الحلال الأسباني. شوفوا اللحمة حقها يا جماعة، لحمة بيضة وشي راهي، يعني ما شاء الله تبارك الله. على قولتهم اللحمة تين. بسم الله. معروف طبخ الغمغام يا جماعة. شوفوا يا حبيبي، شوفوا في القلب. طبعا اللحمة الأسبانية تتميز ان الشحم فيها قليل، يعني راهية لحم. الله، ايش رايك ابو الشوف؟ عدل ها؟ بالعافية ابو احمد. الغمغام تتصدر من افضل المطاعم في القطيف. ما شاء الله تبارك الله، والله شهادة من عند شخص خبير. احنا الغمغام، واقوى عرض راح يكون يا جماعه من اليوم الى نهايه شهر يونيو، يعني تقريبا راح يكون عندنا اسبوعين. هذا الحجم يكفي تقريبا من 4 إلى 5 اشخاص. اقوى سعر يا جماعه ب 129 ريال، من اقوى العروض اللي نزلها الغمغام. بعد السنابه هذه راح احط لكم بوست، اعملوا له كابتشر.